يا صباح الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. كل عام وانتم بخير. النهارده عامل لكم يا حبايب قلبي طعميه دايت، طعميه عملتها في فرن البوتاجاز. طريقتها سهله وبسيطه جدا، ولو عايزه تاكلي بقى طعميه بقى في رمضان، كل سنه وانت طيبه. طبعا اللي بتخس او اللي وصلت لوزن معين او اللي ماشيه في ريجيم هتاكلي الطعميه ومش هتخافي. يلا بينا حبايبي نشوف عملناها ازاي. انا الطعميه دي انا عاملاها معاكم قبل كده على القناه، ويخش قناتي هتلاقيها معمولة. فأنا دلوقتي بعمل ريجيم وخايفة من الزيوت، فأنا هعمل تجربة. أنا مش عارفة بصراحة، بس أنا إيه هنعملها بطريقة النهاردة للناس اللي هي بتعمل دايت. طبعا أنا طلعتها وحطيتها في التلاجة تفك، فكت معانا كده. بصوا يا حبايبي، أنا هنا طلعتها، وطبعا هحط عليها بقى إيه كزبرة ناشفة. يعني انا نفسي اكل طعميه وخايفه من الزيوت، اعمل ايه بقى؟ حطينا انا عليها شويه كزبره ناشفه، وحطينا عليها ملح. مش هنحرم برضو نفسنا من حاجه يعني. وطبعا الشطه حسب الرغبه، ايه شوية شطة صغيرين كده. عايزة برضو تحطي شوية كمون صغيرين، طبعا دي حاجة ترجع لك انتي. يعني حاجات بسيطة كده برضو. بعد كده بقى هنقلبها مع بعضها كده، هنقول بسم الله. طبعا هي ايه، هي فكت مننا كده. زي ما قلت لكم انا هجربها، يعني انا مش هكدب عليكم واقول لكم انا اكلتها قبل كده، بس هو اختراع. ما مش معقول بقى الطعميه بتبقى مليانه زيوت برضو. يعني انا اكلت كتير والله برضو، انا عامله دايت، بس بصراحه ايه عايزه احافظ على جسمي، وخصوصا بقى رمضان داخل. كل عام وانتم بخير. فاحنا لو ما حافظناش يعني قدامك يا اما تزيدي يا اما تقلي. هنعمل ايه دلوقتي بقى يا حبيب قلبي؟ احنا قلبناها كويس كده، وطبعا انا مش هحط عليها سمسم عشان السمسم اكتشفت ان هو بيطخن. انا قبل كده كانت كسر. انا هنجيب الطعميه كده بسم الله، والحجم اللي انت عايزاه تعمليه. انا بحب الحاجه صغنونه كده، يعني خلي الامور الوسط. وهجيب صينيه احطها فيها. احنا هنجربها مع بعض وهنشوفها وهشوف النتيجه ايه. طبعا هي طبعا الطعمية البيتي، يعني ابني لما دقها وجابها من بره مختلفة كتير. طبعا دي عاملاها على ايديكي، وطبعا ضامنة ايه نظافتها. التانية مش عارفة بقى بيحطوا عليها عيش ولا بيحطوا عليها ايه بالظبط يعني. بس انا يعني على اي احوال هتبقى ايه، هي طبعا مش هتبقى زي المقلية، بس طبعا احنا عايزين ايه الزيوت بتبقى صعبة صعبة قوي. الناس اللي هي التخينة او الناس اللي عايزة تحافظ على جسمها. فانا هعمل التجربة دي كده، هنحطها في البوتاجاز. مش عارفة بقى يعني يبقى شكلها ايه، لو اعلم ان شاء الله ايه مع بعض اهو وهنشوفها. هنحطها بقى ايه في البوتاجاز ونشوف هتطلع شكلها ايه. طبعا يا حبايبي طريقة الطعمية على القناة اللي عايز يخش يشوفها سهلة جدا، وعايز اقول لكم بجد طعمها فظيع. انا دلوقتي عايز اكل طعمية تحتي يا والله، بس انا ايه بخاف بجد من الزيوت، وبرغم كده باكلها برضه. فانا قلت اجربها عشان نخسر حاجة. يعني احلى حاجة لو انتي بتاكلي حاجة من غير زيوت هتاكلي، يعني ايه مفيش ضرر ان انتي تزيدي. كلتي بيض مسلوق، كلتي سلطة، طبعا السلطة اساس اي حاجة. ماشي كده، وريكوا بقى. بصوا انا كده عملت ايه الطعمية اهي.
ترى بقى يطلع شكلها ايه. هنظبط الاخيرة دي كده. بصوا انا هعمل ايه دلوقتي بقى، انا هولع الشواية عليها. بصوا حبايبي ده شكل الطعمية. طبعا دي مش هنقليها في زيت خالص، دي انا هولع البوتاجاز الشواية عليها ومن فوق بس، وبعد كده هحطها على البوتاجاز من تحت. هنشوف شكلها ايه. بصوا حبايبي انا هنا هدخلها البوتاجاز وهولع عليها الايه الشوايه، هشوف شكلها ايه وخليكم بقى معايا. بصوا يا حبايبي بقى ده شكل الطعميه بعد ما طلعت. عايزه اقول لكم ان انا حطيت عليها شويه كزبره بدل السمسم، شايفين جمالها. واخيرا هاكل الطعميه بدون خوف وبدون زيوت اهي، بسم الله ما شاء الله. بس عايزه اقول لكم ان انا ولعت عليها الفرن من فوق وتحت. طيب قلبي انا اول مره اجربها، مش هكدب عليكم يعني اول مره اجربها وطلعت بسم الله ما شاء الله. يعني انت لو عايزه تاكلي طعميه وصايمه وخايفه، لا جيبيها وجربيها، بس هتولعي الفرن عليها، بس ايه هتغيب شويه يعني، ما تعملهاش قبل السحور على طول. لا والله بسم الله ما شاء الله، تاكلي بقى طعميه براحتك، بتعملي دايت تاكلي طعميه براحتك، ما تخافيش من الزيوت لان طبعا الزيوت دي مدمره. طعميه بتاكلي بقى براحتك لاني مش عايزه اقولك الزيوت دي مدمره، شايفين الجمال. على فكرة انا اول مرة اعملها، وبصراحة لو ما كانتش عجبتني ما كنتش هنزل الفيديو. عايزة اقول لكم بجد شكلها ما شاء الله وطعمها تحفة. طبعا هي مش هتبقى زي المقلية اكيد، بس المقلية كلها زيوت، شايفين الجمال، شايفة اللون. طريقة التسوية حبايبي، انا الاول ولعت على فوق لقيتها طبعا طرية، فانا ولعت على فوق وتحت. هي حبايبي بسم الله ما شاء الله، صلحها بقى معاكم كده، ندلعها بقى. طبعا مش هتاكلها لوحدها، هنجيب كده قرن فلفل. طبعا لو عندك خيار بتقطعي خيار، بس انا حاليا ما عنديش خيار. طبعا انا مش هكتر عشان ده على قد بس. عايزه اقول لكم يا حبايبي انا دلوقتي الفجر، يعني الفجر بيأذن، ومعايا بقى طماطميه كمان. يعني انت لو اكلتي دلوقتي مفيش مشكله، كلي براحتك. طبعا احنا ايه بنخاف ناكل بقى بالليل وكده، والاكل بيبقى بحذر، وبناكل برضو والله، بس هنعمل ايه بقى. لكن ده اللي انا بعمله ده مش هيزودك. تقطعي الطماطميه عادي خالص مع قرن فلفل، مع خيارايه، مع جرجير، مع خستايه، بس انا بقى يعني ايه المتاح عندي دلوقتي. المتاح عندي الطماطم والفلفل، وعلى فكره بيبقى حلو جدا. حط بقى الطعميه كمان. والله يعني بجد انا ما كنتش متخيله ان هي تبقى كده اهي. بس عايزه اقول لكم بقى، هي نصيحه، لو انت مش فارق معاكي الزيوت بتحط لها بس ايه من تحت، بتوصي الصينيه زيت بس، والله طالعه جميله اهي ما شاء الله. وتاكلي منها ما تخافيش. يعني انا بالنسبه لي ما صدقت، الحمد لله الحمد لله اللي انا جسمي اتظبط. فطبعا انا لو بوظت الدنيا تاني هزيد. انا دلوقتي الحمد لله الحمد لله خسيت بفضل ونعمة من ربنا. بس هو يعني هو الافضل ان انت بتعصي ايه، بتعصيها والله حلوة جميلة اهي، ولا زيوت ولا اي حاجة، وتاكلي نفسك فيه. والله بجد يعني انا اول مرة اجربها بس حاساها حلوة. يعني صايمة بقى عايزة تاكلي طعمية، عايزة تاكلي جبنة، عايزة تاكلي زبادي، بس طبعا ايه كلنا يعني نفسنا بتيجي للطعمية لازم. بقى في الفطار بتاعنا الجامد ده، عايزه اقول لكم بجد فطار جامد جدا جدا جدا. طعميه دايت، طبعا كلنا بنخاف من الزيوت. معايا هنا طماطم ومعايا هنا طماطم وفلفل. هو طبعا الافضل لو في خيار، لو في جرجير، لو في خس، اي حاجه دي كلها متاح. ايه رايكم بقى يا حبايبي؟
حبايب قلبي، ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. طعمية دايت، يعني انا اول مرة اعملها واجربها بصراحة، بس طلعت تحفة ما شاء الله. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة يا حبايبي، يا رب يعجبكم. ولو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب القناة. شكرا لكم يا احلى واغلى متابعين في الدنيا.